انه شايف الدنيا وحساس. تلف 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 وترجع. ونرجع لجتكنيلة يا قلبي. خش علينا يا دودو بالموضوع الحساس. بصي انا ضد، فانتوا مش عارفه ايه، خش انت. ماشي طبعا. اوكي، في يا جماعه موضوع يعني محتاجين ان احنا نتكلم فيه، لان جموع الناس يمكن ما تكونش يعني مكونه راي عليه او مختلفين عليه. لا مش مختلفين انا عليه. بفكر، انا بفكر فيه، ومش معنى اني بفكر فيه اني حسمته بيني وبين نفسي. انا كمان بفكر. انت كمان بتفكر؟ طبعا. ماشي، حلو التفكير في حد ذاته. الحلال بين والحرام بس انا بين. يعني مش بحب ان احنا نسلك سلوك الجلادين. مش الغلط بحب معروف. نجلد الناس. بصوا بقى، مش بحب انا نجلد هتكلم يا جماعه. احنا في ناس بتقول لك ان في ناس بيسلكوا سلوك الجلادين في المطلق. انا بتكلم بوضوح عن موضوع جن عليوه وشهد سعيد. الموضوع في التحقيق، انا ما بتكلمش على التحقيق، بس احنا ليه بنحاول نشكك في المورالز بتاعتنا؟ يعني انا على فكره اي حد تحت سن 18 بيغلط ويتعاقب ويرجع تاني للحياه طبيعي، بدليل ان مفيش محاسبه للاطفال، او ده اطفال تحت سن 18. ولكن الغلط غلط وما نجملوش. الغلط غلط، وانا يعني انا راضيه بالنتيجه اللي حصلت دي. بقى مفيش مشكله، عادي خالص. من يعني ما اللي يغلط يتحاسب. لكن بس اللي بيحصل على السوشيال ميديا انه يا جماعه اللي بيغلط بيتعدم. صحيح. مش فكره ان هو يعني على ذكر الكلام ده، لان انا عشت القصه دي مع ماي بيست فريند. لو تفتكروا الحادثه بتاعه الاوسكارز، وات اباوت يور فيرست اوسكار، دي انتمتي. طبعا. مش قادره احكي لك احنا عانينا كلنا قد ايه من القصه دي ومن اللي اتعمل فيها. يعني اللي بيغلط غلط، اتحاسب اتحاسب. لكن الناس لا، الناس ما بترحمش يا دينا، لدرجه ممكن تخلي البني ادم ينتحر. والله يعني بجد. في فرق. يعني هي الفكره كلها انه بس اصل السوشيال ميديا يا جماعه في الاول وفي الاخر واقع. السوشيال ميديا هي عباره عن ايه؟ عينه من العالم، من الشعب، من البشر. البشر في كل الاشكال وفي كل الانواع، في اللي قاسي وفي اللي لسانه حاد وفي اللي شمات واللي صحيح. فيه واللي فيه والشتام والغلاط والحاقد. بس صح؟ بس فانت بس عشان بتشوفي ده كله قدامك مكتوب. لا 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 لا، هقول لك ليه. لما يحصل اكشن فظيع زي اللي حصل، وكانت اتعاقبت العقاب السليم وقتها وما تصعدتش، يعني انا عارفه انها اخذت اكبر عقاب رياضي ممكن، اللي هي منع سنه وايقاف لمده سنه ومش عارفه ايه والكلام ده، لكن ما لقيتش اللي يصعدها للاولمبيك جيمز. يعني فاهم قصدي ايه؟ انها حصل عقاب ان المشكله كانت حقيقي من الاول. طب كانت الناس سكتت. بالموضوع. ها؟ علاقة السوشيال ميديا بالموضوع؟ يعني دي قصتها بقى، هم عرفوا الكلام ده فهصوا. لا، السوشيال ميديا كل اللي عرضته تصعيدها للاولمبيك جيمز. لكن لو كان وقتها اتعمل وكذا واخدت حقها من البستفه، كان الموضوع نام، وكان الناس طلبت ان هي تطلع الاولمبيك جيمز لانها تعاقبت عقاب. دي غلطه السوشيال ميديا ولا غلطه اللي كانوا في الصوره وقتها؟ ريجاردلس بقى، ده الغلطه اللي في الموضوع. الانسان لما يغلط زي ايه مثلا؟ طبعا مع اختلاف الامثله. ماشي. لما واحد يعمل جريمه كبير. أوكي. واحد كبير يعمل جريمه واتسجن عليها وخرج، انت ما تقدرش تقول له تلت التلاته كام. صح، لانه خلاص هي بيد هيز ديوز، زي ما بيقول يعني هو دفع. لكن الديو بتاعك انك تتصعدي للاولمبيك جيمز، ممكن ما يبقاش غلطتها ان هي اللي صعدت نفسها.